الفيلم ده؟ ده فيلم مراهقون على الهوية. بلاش بقى الفيلم ده، الله يخليك، مراهقون على الهوية ايه؟ انت بنتك في سن مراهقة ومش عايزين بقى تتعلم من الحاجات دي، ومش عايزين مشاكل. مشكلة ايه كفل الشر؟ مش عارفة مشكلة ايه؟ البنت دلوقتي بتكبر والمخات بتاعتها بقت تكبر، يعني ممكن تراهق وتفكر بتفكير مش مظبوط. صح يا مام، يعني احنا لو معرفناش نوجهها صح ممكن البنت تنهار وتضيع. انت ليه انت ومامتك عمالين تحدفوا دبش وطوب من الصبح؟ يعني ايه البنت الطيبه الغلبانه دي تضيع؟ والله انا مش عارفه ايه اللي فكركم بياسمين دلوقتي، ياسمين العقله الكامله. يا ماما مش لاقيين حاجه يلقوا ويعجنوا فيها، عمالين يقطعوا فروه البنت الغلبانه. يا بنتي انتي بتكلمي في فروه ايه اصلا؟ انا اصلا ما اقطعش فروه بنتي، بنتي ما عندهاش فروه في راسها اساسا. احنا كل الموضوع ان احنا بنعمل شويه احتياطيات. بلاش كلام فارغ، البنت كويسه واطمني عليها، دي عاقله وكامله. قولي لهم يا ماما. ياسمين جت اهي. يا حياتي وحشتيني. أهلاً. مساء الخير. مساء النور. وحشتيني قوي. قولي النهارده عملتي ايه في المدرسه؟ مامي انا عايزه اخد رايك في موضوع. قولي. انا طلبت من واحد زميلي ان هو يجي يذاكر معايا هنا، ايه رايكم؟ برافو ياسمين، برافو. رايح اجيب الدب من ديله وان ما لقيتلوش ديل راح. ازيك يا عم رمزي؟ ياسمين حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ هو فين بابا؟ بيريح شويه في التابوت اللي جوه. منك لله على دي شوره. ايه ياسمين؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ في حد في البيت جراله حاجه؟ حد مات؟ لا يا بابا محدش مات، ده انا كنت عايزاك في حاجه خاصه. حاجه خاصه؟ بنت جايله عريس ولا ايه؟ الف مبروك يا عريس. عريس يعني هبقى انا العريس؟ وايه يا ياسمين يا حبيبتي بقى الحاجه الخاصه اللي انت عايزاني فيها؟ الموضوع متعلق بواحد زميلي في المدرسه. واحد زميلك؟ يعني طيب انت زميلك اللي في المدرسه ده ظروفه ايه؟ ده اشطر واحد في المدرسه. ايوه بس يا ياسمين يعني مش شايفه ان الموضوع ده لسه بدري عليه؟ لا يا بابا ما ينفعش اجل اكتر من كده. ما ينفعش اجل يعني؟ طب هو عنده شقه؟ لا ما هو هيجي عندنا. يجي عندنا في ايه؟ هو البيت هيستحمل مين ولا مين؟ يا بابا ما فيش وقت، خلاص انا قربت اضيع. يا عيني سافر الندل الجبان الواطي، انا مش هسكت ابدا. ادي اخر تربيتك يا سدوله. بس يا جزمه كويس. مش بتذاكري؟ انت بتتكلمي على ايه بالظبط يا ياسمين؟ عندي مين اللي في المدرسه اللي هيجي يذاكر لي عربي في البيت عندنا. عربي؟ يا وهو ده بقى الموضوع الخاص اللي انت عايزاني فيه؟ يا بابا امال حضرتك فاكر ايه؟ يا ستي بابا كان فاكر ان الواد فاكر ايه؟ ايه انت هتشرح لها ولا ايه؟ لا مش عايزك تتكلم خالص. ماشي خالص. بص يا ياسمين، طبعا ما ينفعش انك انت تجيبي زميلك اللي في المدرسه ده تمشي بيه في الشارع وتطلعوا بيه في العماره قدام السكان وتقعدي في البيت وتزغل. لا 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 ما ينفعش خالص، انا عندي نخوه. ايه ده؟ انا ما اعرفش اننا بنبيع نخوه هنا. لا نخوه دي في المخزن. نو 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 مش مقاس دوله ست. بص يا ياسمين، ماما رايها ايه في الموضوع ده؟ هي موافقه بس قالت لي اخد راي حضرتك الاول. هو عنده راي اصلا؟ اوت. ياسمين لو ماما فعلا بتقول لك تاخدي رايي، انا رايي بقى مش موافق. انا داخله اوضتي. ايه ياسمين عادل، على فكره اللي انت عملته ده ما يصحش خالص. ده انتوا عاملين رباطيه عليا بقى، وانا اقول ايه الاستقبال الشعبي ده؟ ما انت كمان ما تزودهاش. لو سمحتي ما حدش يتدخل في تربيه البنتي. عادل عنده حق. ايه عادل عنده حق؟ عادل الكلام اللي بيقوله ده كان ممكن يحصل من 50 سنه مش دلوقتي. حماتي بعد اذنك يا حماتي، انا راجل البيت والكلمه اللي انا اقولها هي اللي تمشي. يا عادل لو انت كل يوم بتروح المدرسه زيي وبتشوف اللي بيحصل في المدارس كنت تقعد تتناقش مع بنتك بهدوء. مظبوط، علشان البنت تكسب ثقه فينا. ايوه رانيا عندها حق. يا ماما مره انا عندي حق ومره رانيا عندها حق، ما ترسلك على حاجه يا ماما. يا عادل انا رأياتي ان البنت دي لازم تعمل كل حاجه قدام عيناتنا احنا عشان نعرف اذا كانت بتعمل حاجات صح او حاجات غلط. مظبوط مامي كلامها صح، يعني البنت لما تقعد تذاكر مع صاحبها قدام عينينا سايكولوجيا احسن بكتير اي ما تدينا ظهرها وتقعد تذاكر من ورانا. ايه اللي تذاكر من ورانا وتدينا ده؟ رانيا لو سمحتي اتكلمي على ياسمين بشكل كويس. عادل من فضلك، مراتك صحيح هبله
لكن المرة دي بتتكلم صح. بتتكلم صح ايه؟ يا جماعة افهموني كويس، انا عايز اعمل ايه؟ عايز ابعد الكبريت عن الجهاز. يا بيبي الكبريت موجود في كل حتة هتروحها يا ياسمين، يعني هي لو راحت في كل حتة هتلاقي تقريبا مليون كبريت. مليون كبريت؟ يا نهار ده كده هتولع فينا كلنا. ولعت يا ابو ولع انت، انت ما حدش عاجبك وكل اللي يكلمك الكلام مش عاجبك، انت كده بتبوظ مش بتحافظ يا عادل. ايوه سناء عندها حق. ياسمين يا حبيبتي انا فكرت في الموضوع اللي انت كلمتيني فيه، وغير كده كمان كأب ديمقراطي في بيت ديمقراطي أخدت آراء الآخرين كلهم، وصراحة لقيت يعني مفيش مشكلة خالص إن أنتي تجيبي صاحبك ده يقعد يذاكر معاك هنا في البيت. ما تفتكريش عشان أنتي دخلت الأوضة وغضبانة مني أنا وافقت، لا طز فيكي. لكن أنا صراحة لما هم ضغطوا عليا اضطريت إن أنا وافق، اقتنعت يعني. ياسمين يا حبيبتي بابي ما يستاهلش مني كلمة ميرسي؟ ميرسي يا بابا. لا مش عارف، حاسس كده بتقوليها من غير نفس. ميرسي يا بابا كده بنفس. ماشي ماشي، عموما الواد ده عشان بابا ما اسموش الواد، اسمه البوش. البوشي؟ يا نهار اسوح، ده اسمه الواحد يخليني ارفض انه يدخل بيتي. خلاص يا عادل عديها، يعني مش عارف عند اسم الولد، يمكن الولد يطلع كويس، ما تحكمش عليه من اسمه. طيب عموما يعني انا ليا شروط. وايه هي شروط حضرتك؟ شروط يا ستي، اول حاجه ان انتوا هتذاكروا على ترابيزة السفرة برا، ما تذاكروش هنا. حاضر. تاني حاجة بقى، مدة المذاكرة دي هتبقى لساعة واحدة بس في اليوم. ما ينفعش يا بابا. ياسمين بصي حبيبتي، احنا نمشيها ساعة في الاول لحد ما بابي يشوف الولد، ولو طلع ولد كويس يبقوا ساعتين ثلاثة. اوكي. ده كتير قوي يا عادل. لا 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 مش كتير لو سمحتي، انا عندي شروط والشروط دي لازم تتنفذ عشان اوافق الولد يدخل. طب اتفضل قول شروطك. من شروطي، دي شروط مهمة جدا برضو، ان الولد لازم اشوفه الاول على انفراد قعدة طويلة بيني وبينه، افهم دماغه قبل ما ادخله بيتي في وسط اهلي وفي وسط كم الستات اللي موجودين هنا. اتفقنا؟ انت بقى ابوك بيشتغل ايه؟ ليه؟ اللي لا بص انت لازم تفهم النظام، هنا انا اللي اسال وانت اللي تجاوب. ليه؟ وحضرتك ظابط مباحث؟ باين عليا الهيبه طبعا صح؟ حضرتك عمال تسال تسال، ده انا وانا اللي جاي اتجوز بنتك. ولا احترم نفسك هلا. يا عمي يا عمي عمى الدبب ياض. يا انكل لاحظ ان حضرتك عمال تغلط وانا بعديلك. تعديلي هتعمل لي ايه؟ هتقوم تاخدني على مين ياض؟ ما تيجي تاخدني على مين ياض؟ تضرب دول يا حبيبي ابن عمي؟ لا بقول لك ايه، ده انا معايا الحزام المخطط في الكاراتيه. ولا الله لا يسيئك يا رمزي، اسكت بقى. ما يا دولا اوت اوت اوت. يا بابا مش ده اللي اتفقنا عليه. اسكت انت يا ياسمين، اما الرجاله تتكلم البنات تسكت خالص. حاضر ما تخافيش يا ياسمين، انا هجيب لك حقك. تجيب لها حقها منين يا لاحظ ان انت الغريب اللي في وسطينا، ولو انت كنت فاكر نفسك انك انت مثبت البيت، لا دي بنتي يعني انا مربيها كويس قوي، لعلمك بقى دي توديك البحر وترجعك عطشان. يا بابا يا بابا لاحظ ان احنا اللي محتاجين الوي، يعني كارتر خيره ان هو جاي يذاكر لي. كارتر خيره؟ خدمه انسانيه وحياتك يا انكل. واد انا مش مستريح لك يا قط، انت شكلك كده مبصبصات يالا. عيب يا عمو. ولا احترم نفسك يالا. يا بابا بقى. ماشي ماشي، بص يالا انت هتيجي تذاكر لبنتي ماشي؟ هتقعد تذاكر بأدبك، بصة كده ولا حركة كده انت حر، هفرمك ياض هفرمك. وانا انت يا بوشي، بوشي وكارتر، انا حاسس ان فيه هجوم امريكي علينا. درس النهاردة الجملة الفعلية. عارفة الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفعل ومفعول به. في حاجة يا عمو؟ لا ابدا، انا اصلي كنت ماشي كده فقلت، وماشي جاية من فعل يمشي، ويمشي عبارة عن فعل مضارع. على فكرة يا ياسمين أنا ممكن أشرح لك أي حاجة في العربي زي ما أنت عايزة يعني، والواد ده يمشي بقى يغور من هنا خالص. أولاد ها أخبار الشرح إيه يا ياسمين؟ صعبة قوي يا ماما. طب حبيبتي بصي إحنا هنقعد جنبك هنا، لو احتجتي حاجة اندهينا. تعالى تعالى. إيه يا عادل اللي أنت بتعمله ده؟ حرام عليك، في حد يعمل كده؟ رانيا أنا صراحة مش مستريح للي بيحصل ده يعني، وبعدين يعني في الوقت اللي احنا نحتاج اهلك واهلي فيه ما نلاقيش فيهم حد موجود. اللي بيحصل ده عادي جدا يا عادل، عادي عادي ازاي بس؟ هشوف انا بقى حكايه التليفون ده، عايز اعمل مكالمه مهمه جدا. المبتدأ والخبر بيترفعوا
خبر نقدمه عن مبتدا. في ايه تاني يا بابا؟ مفيش، انا اصلي بعمل مكالمه مهمه والحته دي الوحيده اللي جنب الشباك اللي فيها ارسال في الشقه. يعني يا سلام، بتتكلم في الموبايل في اي حته في الشقه يعني. ايه بس يعني المره دي الوضع مختلف. يا ولاد يا ولاد، اعمل لكم حاجه تاكلوها؟ طب يا حبايبي الطقي، فضحتنا فضحتنا، حرام عليك جرستنا، انت عايز مني ايه؟ يا رانيا انا مش مستوعب مش مستوعب. بقولك ايه، ايه اقصى حاجه ممكن تحصل لو الولد ده ما شرحش لياسمين؟ ولا اي حاجه، ولا تضايق نفسك، بنتك هتسقط. تسقط؟ طيب رايح فين تاني؟ إيه رايح الحمام. ايه وضع طبيعي ان الانسان يروح الحمام عادي؟ والجار والمجروم كانوا في اي حته في الجمله، في الاول في الاخر. عايز حاجه يا عم؟ لا ابدا مفيش، انا اصل كنت معدي كده يعني، فقلت اشوف العربي اللي انتوا بتذاكروا له ده، لان انا فعلا محتاج يعني ادرس شويه عربي، لان انا ضعيف شويه في العربي يعني. بابا على فكره كده حضرتك بتشتتني. اشتتك ايه بس واعمل ايه؟ لعلمك اللي انت بتذاكريه ده كلام فارغ بالنسبه لي، انا ممكن اشرحه لك بصبع رجلي يا ماما، العربي ده اسهل حاجه. حضرتك شايف انك شاطر قوي في العربي؟ شاطر في العربي يا ماما؟ العربي يعني انا، يعني العربي انا اللي مخترع، يعني مش مخترع يعني، انا افهم اي حاجه عربي. طالما حضرتك ضريع قوي كده في العربي، قول لي جمع المؤنث السالم بيتنسب بايه؟ تاني عبيط يا قد، اي حاجه في الدنيا بتتنسب بالفتحه. غلط يا بابا، دي الحاجه الوحيده اللي بتتنسب بالكسر. ايه ده، غيروها ولا ايه؟ بصراحة كده يا ياسمين أنا اتخنقت منك، أبوك ده راجل ممل وجرفطة. أنا جرفطة يا هد؟ أنت سامعة؟ سامعة الواد بيقول إيه وأنت قاعدة ساكتة يا ياسمين؟ أنت اللي استفزيته يا بابا. وكمان بتدافع عنه؟ طب بصي خلاص، مفيش درس مفيش حصة، والدرس خلص والجرس ضرب، وقوم يلا اطلع بره يلا. بتطردني من بيتك يا عمو؟ بطردك من بيتي بره، اطلع بره. الكرفطة يا مصيبه. ايه في ايه؟ المنتخب اتغلب ولا ايه؟ منتخب ايه؟ اتفضل. ايه دي كمبيالة؟ شهاده بنتك الفالحه ياسمين. الشهاده بتاعتي حلو حلو حلو. حلوه ايه؟ عادي ما تبص على الدرجات اللي فيها. مالها الدرجات؟ ما هي ناجحه ايه وزي الفل الحمد لله. شوف درجه العربي يا عادل، 29 من 50. طيب يا ماما ما ناجحه هي ماما. ناجحه بس مش متفوقه. ايوه يعني عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ يعني بصي انا عايز اقول لك حاجه يا رانيا، لازم نبقى قنوعين، القناعه كنز لا يفنى، لازم نرضى بنصيبنا يا ماما. عادل على فكره انت سلبي جدا، انت كان في ايدك كل الحاجات اللي في الدنيا اللي تخلي بنتك تتغلب عن معوقات الدراسه. قصدك ايه؟ ان انا اجيب لها الواد المبصبصاتي ده يذاكر لها تاني؟ بقى ويا تلحقها يا ما تلحقهاش. تفتكر الموضوع خطير قوي للدرجه دي؟ يا عادل بص بقى، انا خدت نمره الولد وهطلعه لك اهو، وهسيبك انت وضميرك يا عادل، انت وضميرك. خد اديني قدام الامر الواقع يعني. ماشي ماشي. الو، الفوشي موجود؟ التوشي؟ السوشي؟ يا البوشي. يا بوشي. يا حبيبي. ايوه انا عمو عادل سعيد بابا ياسمين. قفل السكه الفوشي. معلش يا عادل، معلش يا حبيبي، عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين كلمه تاني. عشان خاطرك ايه؟ مش هكلمه تاني، والواد ده مش هيدخل البيت ده طول ما انا عايش. سألتك يا صخرة ملتقى الشعر الرومانسي زي ما انت عارفة. الحقيقة بيقول لها شعر رومانسي. فيها ايه عادل؟ ما بيشرح لها قصيدة جوه المنهج يا حبيبي. فيها ايه ايه؟ ما هو المنهج مليان قصايد، اشمعنى القصيدة دي اللي اختارها عشان يشرحها لها؟ ده انت فظيع. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ ما تخافيش ما تخافيش، هتكلم معاهم بهدوء يعني عادي، ما فيش حاجة يعني، دي بنتي برضو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقعد معاك شويه ولا ايه؟ خير؟ لا خير ان شاء الله، انا اصلي سمعتكم بتقولوا قصايد وكده يعني، مش هعمل لكم اي ازعاج، انا معاكم يعني. اتفضلوا اتفضلوا بابا. ما تخافيش طبعا، بجد مش هعمل اي دوشه خالص، وبعدين انتوا ما دام بتتكلموا في شعر، انت عارفه ان باباكي شاعر قديم يعني الحمد لله. وحضرتك تخصص انهي نوع في الشعر؟ لا كله، انا كل الاشعار بشتغلها يعني، فحت وردم يعني. هو بيسأل حضرتك الشعر اللي انت بتكتبه تبع انهي مدرسة؟ مدرسة صغير مش فاهم يعني، الشعر ملوش دعوة بالمدارس يعني. المدرسة اللي هي تبع كنت النقراش الثانوية العسكرية. ممكن نكمل؟ طبعا كملوا يا حبيبتي. دي قصيدة ايه دي؟ ما هو انت تتكلم يا انا اتكلم، حاجة من الاتنين. انا اتكلم طبعا. اوكي اوكي.
ممكن بقى حضرتك تسمعنا حاجه من اشعارك؟ اه قوي حابب يعني تسمع حاجه من اشعاري قوي يا حبيبي. طبعا هسمعكم جزء من اخر قصيده انا كتبتها، هسمعكم المطلع بس عشان ما اطولش عليكم. القصيده بتقول: انت يلي تملي يا حلاوتك يا حلولي. مش ممكن يا عم، ايه الجمال ده؟ ربنا يكرمك يا ابني، عجبتك بجد؟ لعلمك انا عامل كشكول كده هو بكتب فيه كل القصايد اول باول، اروح اجيبه لك واسمعك منه. والله انت واد هايل على فكره ياسمين، انت هتستفيدي منه جامد جدا. ثانيه واحده اروح اجيب القصيده دي واجي على طول. انت ليه عملت كده؟ هو اللي اضطرني اعمل كده. انا ما اسمحلكش تقول على بابا كده. انت طالعه له بقى، انا قلت لما اسمع شعره لهبل ومجد فيه شويه حل عن سمعي. يا جبال يا ند، زهرت على حقيقتك. فعلا يا بابا، ما ينفعش اصلا اجيب حد يذاكر معايا هنا. ياسمين لو سمحتي قبل ما تاخدي القرار فكري الاول. هي فكرت وقررت وخلاص، الولد ده ملوش قاعده معانا في البيت هنا. اطلع بره، لا اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني طول ما انا عايش. تالي مفيش مكان اهدى من كده هو نقدر نتكلم فيه براحتنا. بص يا بيبي، احنا جايين النهارده عشان نحط النقط فوق الحروف. ماشي، انا بقى هحط النقط فوق الحروف. الواد ده انا مش طايقه خالص. في حاجه بالتحديد يا بابا مزعلاك منه؟ حاجه واحده ده ميت. لا هزعل منه ليه؟ عادي، ده طفل يعني. وبعدين يا انكل، انا لغي من دماغي اي تفكير عاطفي في الفتره دي. يعني البنت يعني مش هتعكسها ولا اتكلمها ولا حاجه من دي؟ بص يا بابا، هو قال لي لما يكبر ان هو عايز يتجوز عارضه ازياء. ها اطمنت بقى بيولوجيا ونفسيا. سيب بقى الاولاد يا عادل يركزوا كده وينهالوا من المراه بالعلم عشان يحققوا المستوى المرجو منهم. بصي، بعيدا عن الكلام اللي انا مش فاهمه ده، انا فاهم حاجه واحده بس، ان الواد ده ما يخشش بيتي طول ما انا عايش. بوش يا حبيبي، تحب تتعشى قبل ما تروح؟ لا يا عم، هاكل عندنا. ليه؟ الاكل بتاع طنطو بتاع الغدا ما عجبكش ولا ايه؟ ده بيقول يا بابا ان هو كان هياكل صوابع وراه وبيشكر ماما على الاكل الجميل ده. طيب يا حبيبي، بص انا هبقى اوصلك انا يا حبيبي عشان الوقت اتاخر. ماما قالت لي هتعدي عليا تاخدني، زمانها جاي اكيد هي. اهلا، اتفضلي تعالي. يا ترى الولاد خلصوا مذاكره؟ عادل، تعالى سلم ماما بوشي. اهلا وسهلا يا فندم، فرصه سعيده خالص، انا زي ما اكون شفت حضرتك قبل كده. والله وحضرتك شكلك مش غريب عليا. سلوى نجاري؟ لا مش ممكن، عادل سعيد. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ اهلا، اخبارك ايه؟ عادل سعيد. يا رب، شكلكم تعرفوا بعض من زمان. يعني من زمان، والغريبه بقى كمان يعني يا سلوى فعلا سبحان الله، يعني ان ابنك وبنتي الدنيا تجمعهم مع بعض، دنيا صغيره فعلا زي ما كنت انا وانت زمان، فاكره؟ تخيل. لا والمهم بقى ان انا شايفه ان مستوى الاولاد اتحسن جدا. طبعا لا اتحسن جامد. متوقفيش تتكلمي مع راجل غريب. يا بوش يا حبيبي، انا مش غريب، انا وماما كنا زمان ده انتهى، احنا دلوقتي. وبعدين يا بوشي، ازاي تتكلم كده؟ تعال هنا. الراجل ده شكله مصاصاتي. بصبصاتي؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ جبتها منين؟ الحق يا سلوى، بصي ابنك بيقول ايه. انا اسفه يا عادل، انا مش عارفه ايه اللي جرى له النهارده. يا عم لو سمحت كلامك توجهولي انا مش لماما. يا حبيبي، انا وماما اساسا كنا اصدقاء جامدين جدا. غلطه مش هتتكرر تاني. يا ولد، ايه اللي جرالك النهارده؟ ازاي تتكلم كده؟ معلش يا جماعه، صلوا على النبي، ده ابنك برضه يا سلوى على طول عصبيه كده. يلا ماما دلوقتي ونبقى تتحاسب في البيت. هتتحاسبوا في البيت؟ طب اشربوا حاجه الاول يا سلوى. لا بس احنا مستعجلين، واحنا اصلا ما عندناش حاجه تتشرب يا بابا. يا رانيا اتفضلي يا سلوى، اتفضلي. مش انا يلا. لا ابدا، ده انا سعيد والله اشوفك جدا. مع السلامه. يا سلوى دي لطيفه جدا 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 صراحه يعني. يا رانيا، انت لسه زعلانه مني ولا ايه؟
رانيا طب انا اعمل ايه يا رانيا؟ يعني انا فوجئت اساسا، وانا كنت اعرف الست دي قبل ما تيجي يعني. وبعدين انت مش كنت اساسا بتنادي بالصداقه بين الجنسين؟ انا قلت كده بس انا قلت اصدقاء لما يبقوا اطفال مش يبقوا كبار وفارعين في الطول. طب ونعمل ايه؟ ما احنا كنا اصدقاء انا وهي لما كنا اطفال، وبعدين كبرنا وبقينا فارعين بالطول، يعني دي حاجه مش بايدي يعني. رانيا ما تزعليش مني بقى رانيا، وبعدين انا اعمل ايه يعني؟ بصي خلاص، انسي الولد ده وانسي امه خالص. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، انا ماليش دعوه، بنتك اتصرف انت معاه. ماشي. ياسمين بقى محتاجه كام حصه في الاسبوع؟ محتاجه 3 حصص في الاسبوع ب 50 جنيه، عادل. طيب يعني ادي 150 جنيه في الاسبوع، يعني في الشهر محتاجه لها بتاع 600 جنيه، مش كده؟ عادل مش حاسس انت بقيت رغاي قوي اليومين دول؟ كنا بنتكلم عن الفلوس ولا حاجه؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله في 600 جنيه كل اسبوع؟ ده غير اكلكوا وغير شربكوا وغير ماما وغير امك وغير اختك وغير اختي. خلاص هجيب المصاريف دي كلها منين؟ خلاص ما توترش نفسك، انا اقول لك على حاجه جامده جدا بقى. انت تجيب الواد بوشي ده عندك في البازار يديلك انت الدروس، وتيجي انت بقى على ياسمين تقوم عامل كده بقى ايه، عزنك انت بقى اللي بتشرح لها، وتبدا تشرح لها بقى. يا بنت الايه، انت اول مره تقولي فكره كويسه. يعني هو البوشي يجي لي انا البازار يشرح لي، وبعدين اللي هشرحه لي اجي انا اشرحه لياسمين من غير ما هي تعرف ان هو جه شرح؟ برافو عليك، برافو عليك، انا هعمل كده فعلا. بس افرضي مثلا البوشي ده وهو جاي لي او هو ماشي من عندي مامته جت توصله او تاخده، اعمل انا ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه، كلها حاجات بسيطه جدا. قوم انت حياتك مدور وشك الناحيه التانية يا عادل كده، ايه وسايب امه قاعده معاك بقى ايه تعمل اللي هي عايزاه يا عادل؟ يعني ايه مش هبص لها؟